حق ونحييه ونشكر كل من قام بالمبادرة هذه ونثمنوها، يعني هي بالفعل مبادرة تبث فينا روح الشجاعة وقوة التحمل اللي واصلوا طريق لفة. نصيحة للإخوة أنهم يلتزموا بقواعد الحجر الصحي، إن شاء الله ما بقاش بزاف نتغلبوا على هذا الموضوع، لكن اليد في اليد ونكونوا مع بعضنا. هنا نوجه ميساج للمجتمع تاع بعضهم يلتزموا بيوتهم ويكملوا بالقواعد الحجر الصحي.